تمام. إذا مقاطع ثم اتصال، الاتصال مهم جدا، وثم نرجع ل للشجرة. ايوه يقول شريف عشان يكون ابو محمد على راحته. طيب والثانيه فيه قصه عن الطيب عن الطيب انا طلبتها من قبل شوي. هذه قصيره يلا تفضل تفضل كلنا يعرف اعتماد وش هو الاعتماد؟ توقيع اعتمد. قبل بس عشان ما تعطينا السالفه لاني بالسالفه انا صدق. خلنا نشوف المقاطع ابو محمد جاهزه؟ يلا عطني اياها ثلاثه ورا بعض اللي عندك. هي مقاطع عن 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 مليون شجره، هي عطنا اللي عندنا. عسى ما شرب علي والله ما تشوف شر ان شاء الله، لكن احنا نفكر في الاولاد. واحد ادق عليه بالساعات ما يرد علي، الثاني يطلع من البيت ما ادري وين هو متوجه، الثالث نايم في الغرفه ما ادري وش اللي وراه، والرابع يا ابن الحلال ما يهمه الا يمكن يقاومني ولا يضربني ولا يسوي لي شيء. الحين الشرح على تربيتنا عليه وتقول لي ليش ازعل؟ طبعا ازعل التربية اللي راح تسدها، مع العلم اني والله اني اجوع نفسي واتعب على نفسي حتى ارضيه. حال ابو علي حال كثير من الاباء والامهات الا من رحم ربي. بعض الابناء ما يرتاح لين يقتل ابوه، بعض الابناء ما يرتاح لين يشوف ابوه في هم، بعض الابناء ما يرتاح لين ينزل الدمع من عين ابوه او امه. وين من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق الشهادة عاق، يقول الله تعالى ولا تقل لهم أف ولا تنهرهم. يكفينا المقطع هذا ثقيل جدا، مشاكل كثيرة وتعليقات كثيرة فخاصة من العقال شرواكم والله قضاه ومدير التمييز سابقا في عسير الشيخ أحمد بن سداح نصبح عليه بالخير من هذا المنبر، واحمد العجرفي وناس على استحياء يتصلون بناس يقولون تواصلوا مع الرجال وش اللي حصل عنده وش اللي كذا كيف اولاده بارين وصل لحد المرحله ذي. وفي منهم شيخ فاضل مرموق ومعروف في الرياض هنا وهو الشيخ ابو عبد المحسن القريفه، ما قدر يجابهني وارسل احد الاصدقاء من الشيوخ قال ابو علي حلف. لا انت لو رجعت الفيلم المقطع انا قلت والله يعني على ما يحصل عند الناس ولا ما خصص شخص، وبعدين قلت والله افضلهم على اللقمه، هذا اولادي طبعا اكد عليهم وانا ما حلفت غلط. لكن المنتج واللي يعد واللي الح علي اني اخرج للناس انه اتصل ابنا الناس الاربع صفات هذه قد ما تجتمع في شخص معين فعلا نكون مبالغين، لكننا حاصله اتصلوا علينا حريم، اتصلوا علينا بنات بنفس الشيء، اتصلوا علينا شيبان اللي يقول ما ابغاك تقعد مع ضيوفي، اللي يبغاك يقول ما ارد الا بدمعتي ورا الباب، واللي يروح قدامي طيب من اخويا كذا قال ما لك شغل مني. فقال لي انا بوجودي رجل فاضل ويعرف الاسلوب اللي يوصله للناس بالطريقه مثل هذه التعليقات، فكنا لنا شهور احنا نبغى نسويه بطريقه تمثيليه وكل شيء. فانا لم احلف على احد ولم احلف على القصه ولكنها هي واقعيه وحاصله، واسال الله تكون في ميزان حسناتنا واولادي وجميع المسلمين واولادي بارين. فقالوا اولادي يا ابوي ما لك شغل، حنا المعنيين فيها واحد يعد واحد يصور واحد على لمبات المجلس اللي نصور فيه وواحد يخرج اللي هو ابو جودي ما شاء الله. فاخرجنا بهذه الصوره والظاهر انه موجود عند شريف ما دام جاب المقطع هذا انه الكواليس موجوده اللي حصلت. فاسال الله ان يصلح ابناءنا وابنائكم وجميع المشاهدين. المتحدث من هو يا ابو علي؟ المتحدث انا؟ لا لا الولد الثاني اللي يعلق على اللي موجودي هذا موجودي هذا داعية وهذا هذا الكواليس هذا اللي صاحب ما ايوه هذا هو مؤسسة مجرد مبدعون، هذا اللي يسجل المقاطع حق المشايخ والتلفزيونية المواد التلفزيونية كلها في تقريبا في المملكة. يا سلام، احنا حرصنا على هذا المقطع يا ابو علي واظهرناه. نعم طبعا ما علمناك لكن بعد اذنك هنا ونمون عليك سلمت لان جاء عليه رده فعل كبيره فاردنا انك توضح. هو طلب مني ابو عبد العزيز الاسبوع الماضي قلت لا ما هو الحين وقصدي اني لكن فاجاتوني انه مشكله ابو عبد العزيز استاذن انا ماني بستاذن لا 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 انا وما املك للقناه المحبوبه وجماهيري المحبوبين وقد قدمنا اللي في من العامله الان، اسال الله تكون في ميزان حسناتنا
وأن يلا. يوفقنا ويجعل محبتنا جميعا ما في المجلس والمجلس هذا والثاني والجميع اللي مرين أن تكون فيما يحب الله واللي جمعنا هنا في دار طيب. الدنيا أن الله يجمعنا في جنة. نأخذ المقطع أخير. أيوة عظيم من يجعل عملنا هذا اللي قمت به بوجودي انه خاصه الوجه الكريم ولا يحرمنا وياكم وجميع من يسمع وجميع من يشاهد الاجر ويصلح ابناء المسلمين ويصلح ابناء المسلمين وبنات المسلمين ويرد كل عاق وان يرد كل عاق ويهدي كل ضال. سوي نشر يا ابوي نشر لعلها تحل البركه. حط نشر حط نشر يا ابوي. بسم الله بسم الله يا سلام خلاص. ايه طبعا هذا ما نشر. انا قلت لهم إن حبيت أنكم تخلون لو ليش أتقمص أنا الدور هذا؟ لأني أعرف أنا المعاناة اللي اشتكوا علي. يا سلام. وأنا فعلا أجيد التمثيل فيما يحب الله سبحانه وتعالى. ما دام بوصل الرسالة لابد أني أتقمص دور المكلوم دائما سواء في هذه أو في حلم رجل اللي أنتم عرضتوه قبل أسبوعين وكذا. أي. كذلك كل واحد يقول يا أخي كيف جبت الدور هذا صحيح وكذا وكذا مع الأستاذ خالد الشارع. والمعد الشيخ عبد الرحمن الحمد ترى. نعم نعم ما شاء الله اللي عد الكلام. وهذا في معرض في الحرس الوطني معرض يعني المفروض يكون اخذ حقه اعلاميا. وبعد يعني ما اعترض على الحرس الوطني لكن المفروض يكون خرج لانه كان معرض عن التدخين عن الحاجات المؤذيه للانسان الخادشه للدين اللي مؤذيه للشخص. وعندهم ما شاء الله برنامج شو اسمه التجنيد 5000 طالب مرينا بهم عليهم. أنا اشتركت في هذا الكلام نمر بهم 10-15 ونشرح لهم عن هذه المراحل فيها محكمة فيها كذا. يعني كان معرض محسوب يشكر عليه الشيخ عبد الرحمن الحمد. ثم اللي أنتجه وأخرجه أبو جودي أحمد الشهري وحنا نشكره الله يرضى جودي ونشكرك وأبو جودي على العلم. أيه. تراه ضيفنا إن شاء الله قريب. مرحبا أبو مسلم. كان يحاول أبو محمد من العام ولكننا بشتريه إن شاء الله نضيفنا قريب إن شاء الله. مرحبا أبو مسلم. يقول شفنا العمل ما عاد علينا منه والله. لا 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 هو تلبية لك أنت أولا. قصة الطيب قصة الطيب قبل ما تنسى أبو محمد. الطيب هذه تعرفون